أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على قناتنا لو موند دي فلو. درسنا اليوم لكوسون ال اي اغ. لنراجع ما درسناه أو ما رأيناه في الدروس السابقة. نحاول قراءة هذه الأصوات والحروف: تي دا تو دي نو م د ت د دي تا ت ت او ماجيسكيل ن او تا ت اي يو يو تي ت لو تي او كابيتال تو ا مي تي D, D, E, T, I. الآن نحاول قراءة هذه الكلمات التي تحوي هذه الأصوات، ونحاول تقسيمها إلى الأصوات. Une, tétine. Une, tétine. Une, tétine. Une, tétine. Une, une date. Une date. Une moto. Une moto. Un dé. Un dé. Un dé. Une tête. Une tête. Une tête. Un mur. Un mur. حائط. نحاول قراءة هذه الجملة. تانيا تانيا ا مال ا لا تيت. تانيا ا مال ا لا تيت. تانيا عندها ألم برأسها. تانيا ا مال مال ا لا تيت. لنلاحظ الصورة معا. Le vélo de Rémi est rouge. دراجة ريمي حمراء. لنقرأ الجملة. Le vélo de Rémi est rouge. Le vélo de Rémi est rouge. نلاحظ الكلمة الأولى. Le. Le. C'est une syllabe. Le. Le harf الثاني يقرأ E. Le harf الأول. Le. Le. E. Le. إذن le harf الأول ينطق. C'est la lettre le en capital de l'imprimé. La grande lettre de l'imprimé. على الكراس تكتب هكذا بهذه الطريقة. أعيد. قلنا أن الماجيسكيل سيكريف جيسكار تروازيام أتالين. خط الكتابة الكبير، خط الكتابة لغاية الخط الثالث. لاحظ الكلمة الثانية. Vélo. Vélo. تتكون هذه الكلمة من أربعة أحرف. V E L O. عندما نقسمها إلى أصوات، quand on la décompose en syllabes، نقول Vélo. إذن الصوت الثاني هو لو. لو مما يتركب هذا الصوت. ستسيلاب سيكمبوز دو لا لتر ل اي او، تكون من او، من ل حرف ل و او. اذا عندما يقرا لو لو، اذا حذفنا الاو، اسمع الحرف الاول يسمع ل
une barre verticale. كتابتي على الكراس تكتبوا هكذا بهذه الطريقة لغاية الخط الثالث، ثم نهبط وهكذا أعيد. ل أوكيشيف كتابتي على الكراس تكتبوا بهذه الطريقة. ننتقل لكلمة أخرى غي مي. تتكون هذه الكلمة من صوتين غي ري مي. غي غي مي، لاحظ الصوت الأول. أعيد الصوت الأول. لا غي غي c'est une syllabe. La syllabe ré. تتكون من حرف اي و غ. اذا الصوت الاول هو غ. والحرف غ اون كابيتال. على الكراس يكتبوا بهذه الطريقه. أعيد كتابة هذا الحرف. إذا هذا حرف غ أو ماجيسكيل، سي لا لتر أغ أو ماجيسكيل. ننتقل للكلمة الأخرى الأخيرة أيضا، كلمة روج. روج حمراء. روج روج. إذا أسمعوا صوتين. أسمعوا صوتين. هو هو ج. الصوت الأول هو هو. La première syllabe c'est هو هو هو. C'est pas هو. C'est pas هو. هو. إذن الحرف الأول هو غ، الحرف الثاني أو، والحرف الثالث أو. لكن لا نقول أو. هو هو. سوف ندرس هذا في الحصص القادمة إن شاء الله. إذا الصوت الأول هو غ غ. إذا هذا حرف غ. غ أون سكريبت يكتب على الكراس بهذه الطريقة. لا أعيد كتابته. هذا حرف غ اون كيشيف، سي لا ليتر اغ اون كيشيف. تطرقني في هذه الحصه لحرف ل كابيتال و ل اون سكريبت بهذه الطريقه، او ماجيسكيل تي اون كيشيف. ثم تطرقني لحرف الاغ كابيتال غ كابيتال، وتكتب اون ماجيسكيل بهذه الطريقة. ثم غ اون سكريبت لا بتيت لتر، وتكتب على الكراس بهذه الطريقة. إذن بالنسبة لتركيب الأصوات مع الحرف ال و اغ سوف نتكلم عنها في الجزء الثاني إن شاء الله. وهكذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس، فأرجو أنكم قد استفدتم. وختاما لا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليصلكم جديد دروسنا، والضغط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.